أحمد السالم يعلن وثيقة الطلاق من ملكة كابلي بشكل رسمي. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. أعلن البلوجر الكويتي أحمد السالم عبر حسابه على السناب شات اليوم الخميس عن طلاقه بشكل رسمي من الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية الملكة كابلي، وأعلن وثيقة طلاقه. وبدأت الخلافات تظهر بين كل من السالم وكابلي قبل عدة أشهر، حين خرجت الفاشينيستا السعودية بمقطع فيديو تتهم فيه زوجها بالخيانة وملمحة إلى رغبتها في الانفصال عنه، لكنها عادت بعد إثارتها الجدل بأيام قليلة واعتذرت منه بتقديمها عدد من باقات الورد له وتوثيق ذلك عبر سناب شات في محاولة لإظهار الصلح بينهما. بينما عاد السالم على حسابه الشخصي في تطبيق سناب شات وقال يا ريت كل شيء ينحل بالورد، كل شيء فينا متلخبط. وأقر البلوجر الكويتي بوجود خلاف بالفعل بينه وبين زوجته، لكنه نفى أن يكون ذلك وصل لحد الخيانة، مؤكدا أن كابلي قد بالغت في رد فعلها. وأوضح في ذلك الوقت أنه يتفهم حالة الحزن التي ظهرت على الملكة كابلي، وقال أنه واثق أنها لم تقصد توجيه تهمة الخيانة له، وأكد بالفعل وقع خطأ صغير وبسببه لم تأخذ حقها وحدها، بل أن الخليج كله أخذ حقها لأن جميعا أصبح يهاجمني. وعبر السالم عن غضبه في التعليقات السلبية والمسيئة التي كان في بعضها تتنمر عليه، موضحا أن هذا أغضبه أكثر من رغبته في تبرير سبب الخلاف. ومن شهر تقريبا كانت هناك حرب كلامية بين ملكة كابلي وأحمد السالم واتهامات بالخطيئة وفعل الكبائر، حيث قال له أحد المتابعين إن زوجتك حضر حفلة رابح صقر، يرد عليه أحمد السالم أنا مو متزوج. وقتها ردت زوجته أو طليقته الملكة كابلي وقالت قصة من الخيال، في واحد عايش حياته ويقوم بالكبائر بالأماكن المخصصة لها وعامل فيها الملاك قدام الناس، وينتقد تصرفات علنية مثل التدخين وغيرها. تعليق ملكة فتح التساؤلات مجددا حول سبب طلاق الثنائي الذي ربطه بشكل مباشر بالخيانة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي ينفصل بها الثنائي، إذ كانت ملكة قد